يوم العوافي ماهر بيك. خير؟ هاي بنتك، خدها وربيها على كيفك. شو القصة؟ بدنا نتجوز اختنا، وهاي بنتك، وانت حق فيها غريب. لحظة، البنت بهالعمر من حق امها. ونحن ما بدنا اياها، خدها اصطفل منك لها. بابا حبيبي، ليش عم تبكي بابا؟ ديمي، انت ما بتحبي البابا؟ بحبك بس ديمي. ما شفتي شو عم بيقولوا اخوالك؟ ماما ما بدها اياك. لا بدها يعني، وبكي كثير وقت اخذوني اخوالي. طيب حبيبي، بس لغسل وشي وغير ثيابي ونروح شوف شو القصه انا وياكي. فطراني؟ ما بدي اكل ديمي. لعند ابوها، هو احق فيها. بس انا ما بدي اتجوز. ما راح نضل نعيد ونفتق. هذا نصيبك واجا. الرجال منيح ومعه مصاري. انا بدي بنتي. هلا بكره جوزك الغني راح ينسيك البنت. انت اللي ما عم تفهم انت ويا. عملكم ما بدي شي غير بنتي، بنتي. رسمي مو على كيفك. هذا ناقص والله. نسوان يقولوا بدي وما بدي. يلا خليك احكي معه، قل له يرجع لي بنتي. اختي هلا انت تجوزي وسافري وغيبي لك شي سنه، وبعد المناق نعي وخذ البنت. المره الماضيه غصبتوني، خلتوني اتجوز غصب عني. شوف شو صار فيني. هو جوزك طلع مو منيح، عامل لي محامي وما بعرف شو. هو منيح، انا ما كنت فهماني ولا عرفت اتفهمها. شو يعني بدك ترجعي له؟ ما بدي ارجع له، بس بدي بنتي. هلا صار له مطلق شي 4 سنين ولاحش البنت. لا لا تقول لاحشها، بس انتوا ما كنتوا عم تخلوه يشوفها. ليكا صارت عنده يتهنى فيها. بابا راح حطك عند عندك بس شوي وبرجع بختك. ايه ما بدي تروح معي، بدي اروح لعند امي. بابا ساعد زمان بس وبرجع، وبوعدك انه باخذك لعند امك. ما بدي، بدي هلا. بابا بزعل منك. ها يلا. كيفكم شباب؟ على كيف كيوفك ابو حمدي؟ كل شيء تمام؟ يعني تم الرضا والقبول؟ طبعا، والبنت صارت عند ابوها. بس ما يصير بكره تقول لي بدي اياها، اللي اوله شرط اخره نور. ها انت رح بتنسيها الدنيا وما فيها. شو بنا ابو حمدي؟ لا
بس وينك حبيبي؟ مثل ما تفاهمنا المهر والصيغة وكل شيء. فوت خلينا تجهز سنتية فوت. بلا هالشنطة هلأ من هنيك بنشتري كل شيء، دوبنا نكتب الكتاب ونلحق المطار. من شان الصيغة لا تلبسها ياهون، أعطيني ياهون أنا بخبي لها ياهون، بيضلوا مكمورة إلها. لك أخي مثل ما بدك مثل ما بدك، بس خلصونا خلينا نلحق الطيارة. خلصونا رح نتأخر. لا تحكي حكي بدون طعمة، أنا روحي معلق بيارة، بس أنا بدي أفهم أما ليش هيك عم تعمل؟ سمية المسكينة مصدومة مع أخواتها. وهالبنت شو زنبا؟ هلا بروح لعندهم بشوف شو الموضوع. ليك أخي أنا يارا بعيوني من جوا، صحيح أنا الله ما طعمني ولاد، بس يارا أغلى شي عندي بالدنيا، بقى لا تاكل هم. بس أنا زعلانة، يعني ما بدي يارا تربى من دون أم. خلاص بس ما قلت لك أنا رح أعالج الوضع. بابا بدي روح معك، بدي روح لعند أمي. شو بابا؟ شو اتفقنا برا؟ ما قلت لك بالأول بروح بتفق مع أخوالك وبيجي باخده؟ مو وعدتك؟ حبوبي يارا خلص خليكي عندي، وهلا بعد شوي بطلع أنا وياكي نجيب أكلات طيبة وألعاب. شو؟ يلا روح أخي توكل على الله. دايما وين بدك أخذك اليوم قلي لي؟ يلا هشام. شو بدك؟ أخي أنا ما بدي كل هالشراكي، أعطيني حصتي من المصاري وكل واحد يصطفي لحاله. ولك مو معقول شي طماع. أخي حصتك وصلتك، والباقي دي شركك عليه الدكانة لنستر فيه آخر عمرنا. وينك؟ أنا كل هالشراكي ما بدي إياها. هلا بلا كتر حكي، شرف إجا الأفندي. أخي اصطفي منك لأ. بدي أحكي كلمتين مع أختك. سافرت. بدي شوفها وأفهم منها. اتجوزت وسافرت وما عاد تقدر تشوفها. وتركت بنتها هيك؟ ما تركت لحدا غريب، انت ابوها. هشام انا مالي مصدق. تصطفل، ما عاد قلنا عندك شي ولا عاد قلك عنا شي. سلام. ايه عبد انا مغفار؟ هلا فورا 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 ولا يهمك. شو مجنون انت؟ لك ايه مجنون، مجنون وبدي المصاري. المصاري مو هون، لا تجذبها. هشام اطلع بالمصاري عملنا. دروب لشوف، دروب لك دروب. شوفوا له بتضلك اخي وما رح اسحى فيك، بس اسحك تعيدها بظلمك. روح ساوي شاي وتعال تفاهم، ما رح ظلمك. يا سيادة المقدم، لو أي اعتداء على موكلة سبب له تعطل عن عمل شهرين، وهي تقرير طبي بيثبت هالشي. يعني شو بدك هلا؟ حجز لؤي بالنظارة تحويله بكرة على المحكمة. عفوا سيادة المقدم، ما المهم الإثباتات اللي معه والتقارير، المهم أصل الحادثة وأصلها مبين. موكل الأخ تحركش بهالبنت وهالبنت وهالبنت بتكون أخته وهي رفيقتها، لذلك اضطر هو إنه يدافع عن شرفه، هي أصل الحكاية. ومثل ما بدكم تحبوا تحولوه على القضاء، نحن جاهزين. لحظة لحظة، نحن مو جاهزين، مين قالك جاهزين؟ سيادة المقدمة، مو ضروري الأخ لؤي يبقى عندكم بالنظارة، أنا بجيبه بنفسي بكرة على المحكمة. يا بجزوا عندي يا بصير صلح، تفضل بتفقوا برا. لؤي ماما استنى شوي لك شباب. أنا لما بطلب حدا بيجي لي هو بذاته، مو بيبعث لي ممن كان. قال الشغلة مو محرزة. لك شلون مو محرزة؟ أنا طلبت المحامي عبد الكريم بيجي هو. شو يا سيد لؤي؟ شو مشكلتك؟ أنت إيه أنت؟ شو هالحكي الفاضي اللي عم تحكيه؟ شلون بدك يعني روح على المحكمة؟ سيد لؤي روق شوي،
هلا الزلمة تحركش باختك ورفيقتها وانت دافعت عنه. نحن الان بالمخفر امام القانون، انفتحت قضيه، انت وياه بدكم تروحوا على المحكمه. هلا عم نسعى امام سياده المقدم انك ما تنام هون بالنصارى. لك شو هالكلام الفاضي هذا؟ امي شوفي المحامي تبعهم واعطيه مصاري وخلصنا. هلا اذا الحق معك مشان شو تدفع مصاري؟ بعدين التقرير الطبي مانو سليم. روح عنا يا امشي امي. اصحك تعيدها مره ثانيه، انت مذنب وضارب الزلمه والحق علي اللي مسكت قضيتك. رح انسحب. لعمة شو الغبي هاد؟ لؤي هدي ماما، خلص هلا منشوف المحامي تبعنا ومنحل القصة. إذا ما بربي له هاد اللي عامل حاله قبضاي، إذا ما بخلي عبد الكريم يقلعه، أنا بورجي لك إياه. لخليه يعرف يتعامل مع الناس من هون ورايح. ما فهمت عليك. لؤي متجني على الزلمة. شلون يعني؟ يعني ظالم ولازم ياخذ جزاؤه. هذا الحق وهذا الواجب. نحن مين موكلنا؟ لؤي. وشو مصلحته؟ ينفذ من القصة. تمام، هذا اللي لازم نعمله. بس هذا مو عدل. انت محامي ما لك قاضي، القاضي هو اللي بيقرر العدل. لا أقول لك شغلة يا استاذ عبد الكريم. لا بتقول لي ولا بقول لك، بتروح لعند محامي زلمة بتتفق انت وياه. انا اسف. عفوا استاذ عبد، لو اي ضارب الرجال بدون اي سبب انا ما فيني ندافع عنه. لك يا ماهر انت شو دخلك؟ اخي انا ما فيني ندافع عن الظلم. لا هيك ما رح يمشي الحال. المحامي بدون ضمير يا استاذ عبد الكريم بيصير نصاب ومتحايل على القانون، وانت استاذ الجميع. القانون صح، بس القانون ماده جامده بده مين يحركها ويوضحها ويوصلها لخدمه الناس. لخدمه الحقيقه بالاول يا استاذ عبد الكريم. اخي اعتبرها تنظير ومبالغه من طرفي. شوف يا ماهر، يا بتروح هلا وبتتفاهم مع محامي الجماعه يا اما نفك الشراكه. ماشي. على كل حال يا استاذ عبد الكريم انا بشكرك على كل شيء ساعدتني فيه. سلام. شو بها؟ ليش مزعلة؟ لا مزعلة ولا شيء، بس هي واحدة مجنونة بداني نحبس. بس انت الحق عليك يا، لو دفعتي له للزلمة ورضيتي ما كان صار لي صار. بس بدك تدخلي المحامي عبد الكريم. لا ويا ريت تشرف. هلأ خلصنا من هالقصة؟ لا كله ولا هذا المحامي اللي بعته. في حدا ما بيعرف مصلحته؟ لك في ناس هيك؟ خلص لؤي. شو لوين بدك تروح؟ عندي شغل. مو ترجع لي بمشكله جديده؟ انت ما تاكلي هم، انت وعلا ما بصير عليكم شيء، كل الضرب علي انا، كله على راسي. خاطرك. تقبر قلبي، عذبتني شوي بس بعدين نامت مثل الملاك. لوين؟
ما راح نام هون، بكرة الصبح بكير بيجي بشوفها. اقعد، بدنا نحكي معك موضوع. خير أخي؟ انت عايش لحالك وما خرجت تربي هالبنت. ونحن يا ماهر الله ما طعمنا اولاد، بقى قلنا لحالنا منخليه عنا، وانت كمان بتيجي بتسكن معنا. بقى شو رايك هلا انتوا عم تحكوا هيك مشان تواسوني يعني؟ ورحمه امي مو قصدي، بس انا روحي معلقه بهالبنت. ماشي، بس انا ما راح اسكن عندكم، ويارا مثل ما هي بنتي هي بنتكم كمان. قوم معي، قوم. تركني بحالي، خليني هيك، حابب موت هيك. قوم، حصتك محفوظة. ولك أنا مو مشان المصاري، ولك ما نمت كل الليل. أوف، وليش بقى؟ والبنت الصغيرة، يارا شو ذنبها؟ شو نحن رميناها بالطريق لا سمح الله؟ أعطيناها لأبوها، وهو بيعرف يربيها أكثر مننا. سمية جوزت وانسترت. تعرف شو لك يا هشام؟ أنا مجنني إنه ما استفدنا شيء من كل هالقصة. راح تستفيد، بقيانا شوية مصاري راح نعمل مشروع فيهم. مشروع شو؟ مو قلت لك بدنا نفتح دكانة؟ ايوه. يا متر جدد لنا الطاولة وشي أنينة. شبك هدى، انا مو جاي على بالي ساوي شيء هنا. هي علينا، ايش هالصباح هاد؟ ما بعرف، عن جد ما بعرف، حاسه حالي مكركبه كثير، مو جاي على بالي ساوي شيء هنا. منضبط بيك، هاتي لشوف شو القصه. هدى انا مالي مرتاحه ابدا اليوم، حاسه حالي كثير متضايقه. شو رايك نروح نقعد بشي قرني؟ نحن هيك وهيك جايين بكير اليوم. شو؟ طيب ماشي مثل ما بدك. معقولة انت هدى لساتك ساكتة لهلا؟ ما تغير شيء، عمليا هو تارك البيت من سنة. يعني اليوم؟ ايه اليوم اجى تبع المحكمة واعطانا ورقة الطلاق. ايه وشبك حبيبتي عم تحكيها هيك بكل بساطة؟ هدى هذا ابوك طلق امك، يعني مو ابن الجيران. يعني شو بدك يعني اعمل؟ ما بعرف، بس انت لازم تعملي شيء. طيب وانت؟ شو بني أنا؟ مثل ما أنا مع أمي. شو عم تفكري؟ عمتي نجاح ما اتصلت من وقت ما أبي ترك البيت، اليوم دقت وقالت بدها تشوفني. ايه شو فيها؟ ما بعرف، قلبي نائزني، مدري شو بدها. ايه خلاص حبيبتي بلا ما تروحي، أصلاً أنتي مو لازم تتركي أمك بهيك وضع. لا بدي روح وشوف شو بدها. ايه شو يعني؟ ها خلاص ما عاد اشتغل معه. ماهر معقول تقعد من دون شغل؟ طبعا لا. هلا انت مساعد مو فاكرين اني ولد صغير مثل يارا؟ خلاص ديروا بالكم علي وبعيش معكم هون وما بعذبكم، بنام بكير وفي بكير، شو رايك؟ انا ما عم بمزح، من طول عمرك تشتغل مع عبد الكريم، شو اللي صار هلا؟ ما صار شيء، خلص انا راح استقل. ايوه معناها صار معك مصاري وبدك تفتح مكتب. بس مو كتير، وعندي شويه اتعاب بدي لمهم يعني على بعضهم، الا ما الله يفرجها. على راحتك، اللي عقله براسه بيعرف خلاصه. هذا هو الكلام الصحيح. شو بدك تغدينا اليوم مشان ارجع؟ ارجع ملوخيه اللي بدك اياه. دايمه صحه.